من حقيقكم عبر شاشة التلفزيون اللبنانية، ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. أهلا وسهلا فيك ست فيفيان، كيفك؟ أهلا فيك شيف، منيحة؟ الحمد لله. كيفك بهالشوبات؟ منيح منيح، يعني أحسن أيام أيام من غيرنا. أيام الجفاف ضارب بالدنيا. ما معك حق. لا إيه، ولاش عاملينهم اليوم بساطة وبطاطا؟ على البساطة، على البساطة والبطاطا، بطاطا على النار، بطاطا البندور حدي على الشمال والبصل حد. يلا ان شاء الله خير. بدنا نمشي دائما بالحواضر، بكل شيء بكميات قليله، ونعمل منها اكله طعمه خمس اشخاص. دخلك البطاطا بالزرع بدها مي؟ اكيد هلا بالجفاف اكيد اكيد بدها مي. ما في كل شيء بده مي. العصفور هي اللي عيشه صغيره الان يعني، بس انه في بده دائما صاي، بده صاي ايه. هلا في شوي بيتعودوا على البعل، المقتي والثوم والبصل اوقات بيعودون يعني بيقسوا قلبهم عليها وهي بتقسى مع الطبيعه. بعليه ايه، بعليه بسموها. بس كل شيء بده مي، ما في شيء بيطلع بلا مي. واذا تاخرت الشتويه شو بيعملوا البعليه؟ بيكون عندهم ابار وبيسقوا فيها. ان شاء الله خير. حلقتنا اليوم انا والست فيفيان يلي هي اقراص البطاطا المحشيه مع الصلصه. صنف طيب من طعمي أربع خمس أشخاص منه، فينا نضيف على وجهه قليل من الجبن الصفرة، أي نوع من الجبن الصفرة ما في أي مشكلة. وإذا كانت الجبن الصفرة مايعة شوي، إما بتحطوها بالبراد أو بالفريزر، فينا بالفريزر بكل سهولة. أفرجيكم أنا حاطط بالفريزر، منشيلها ومنبرشها هيك مسقعة تنبرش معي بكل سهولة. بس إذا أنا بدي أحطها وبروجكتورات وشوب حرارة برا 32-33، بيجي لإبرشها بتلزق بإيدي. عم نقول واللي بده. يلا أول شي بنبلش بالحشوة. عنا هون بطاطا عم تستوي على النار، لنفرجيكم اياها بدها تستوي. هلا يفضل بطاطا صغيره، بس انا محل ما عم اشتري لا كان في صغير كانوا كبار. العالم عم تاكل سلق. عم تاكل سلق؟ من هيك عم بضل في كبير. طيب يلا، ما حدا عم يقلق. هذه شقفة الزبدة من اللي معروف حطيها. منبلش بالفستق السوداني. بعملهم هيك. ايه قبل البصل حطي نقطتين زيت معها. نعم، عشان بصير تتحمل حراره الزبده. شيف فينا مثلا، مش عم نحكي عن هيدي مثلا، اذا بدنا نعمل نقلي بصل فينا نقليها بالماء وبعدين نحط زيت زيتون لحتى ما مش بتقليها. ما بدنا نستعمل، مش بتقليها، بتسلق. عم تسلقيها بالماي. عم بتطبخها. بتطبخيها، برافو. وبعدين بتحطي لها زيت زيتون. بس مش انه قلي، لا، ما فينا نقول نقلي بالماي. ناخذ اتصال. الو. بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا. يعطيك الف عافيه. تسلمي، الله يعافيكي. الله يخليك ويطول عمرك. تسلمي. انطوان بدي اطلب منك كيف طريقة إذا بدي نشف البيمة، إذا بدي يبسها. شو هي؟ جبنة؟ البيمة. البيمية تفريزها. كيف بيبسها؟ أو تيبسيها. تكرم عيونك. الله يكرمك. بخاطر عيونك عيني. كلك ذوق، شكرا. أنا تستم. أنا بسمعك إلي أكثر من 25 سنة بحكي معك. تسلمي.
بتضلك بصحتك وبتضلك تساوي بامبي. تسلم. الله يخليك ويطول عمرك بهالهمه ان شاء الله. شكرا لرسيلة الاكلات الطيبه. تسلمي يا همنا معزتك ومن عيونك الحلوين. الله يخليك الله يخليك. تسلمي. طيب بسمع على التلفزيون ولا يلا ايه على التي في يلا. طيب هلا بشرح لك اياهم. بشرح لك التفريز. شكرا. ولا تدقيق. الو عم تحكي معي؟ تكرمي. الله يكرمك شكرا الله يكرمك يعطيك العافيه. الله يعافيك. باي باي. قلنا حاطين بسطة كبيرة وهي التاني لغرشة يلا ريح حمار وشوي هلا لا حطيناهم قبل ليعطوا طعم ليعطوا لون ايه ليعطوا لون اذا حطيناه ورا البصل ما بيعطي لون يلا لا هي بلشت تحمر هاي معدنة المقلية ليش بحبها انا هي عتقت شوي بالشغل بس انه معدنة سميك هو احلى كثير مع كل شيء معدنة سميك هاي من نوع التفلون أو لا؟ لا بعده مدعوم السوداني؟ ما حدا مدعوم بقى حدا بطل في حدا بالبلد مدعوم كل واحد فتح حسابه إذا منطلع برا على على كوارث الطبيعة بتقول نحن كتر خلق غضب الطبيعة في غضب إنه هالجفاف بأوروبا والحرايق والخصية أكبر نهر بفرنسا شايف أكبر نهر صاير عامل قناة هيك كيف بيقولوا قناة الماي عامل قناة ماي وماشي فتشي هالقناية بيكون حد منه عملوا بير ارتواز كبير أخذوا الماء وعم يبيعوها لا ما في ضربوا المكان في منه وهلا بيمرقوا البلديات بفرنسا اذا شافوا حدا الجازون برا عنده اخضر بيعملوا فيه ضبط انه انت عم تهدر الماء لكن قالوا لهم ما يجوا لعندي على لبنان من لي واسطه عن جد يعني هالحرب ايه شو غيرت اشياء العالم يعني مثلا هونيك معودين مغنجين وكل شيء على النظام وهاي فجأة تجي تقول له ما تسقي بجنين ما تعمل ما تساوي وتقنين كهرباء كمان صار عندهم؟ ايه بألمانيا طب بشو أحلى منا هن لازم يصيروا ايه مثلهم شفت هالبنادورة عفوا بس هالبنادورة عم تشوفوا انه عم شيل شوي هاي ورجع بقول للطبخ جبتها ب 7000 البندورة العادية 24000 فتشوا دغري لو كانت هيك شوي نحوي أحلى حمرة هيك أحلى للطبخ منا إياها بس أكيد مش مهرية يلا بلشي هرسي البندورة يلا عملي معروف مش كلهم حطي ثلاث ارباعهم لنكفي على الطبقة الثانية هل قد منيح؟ ايه هلا بيطلعوا ضربة ثانية جيبي من تحت واعي
بعدين بالكبير، ايه بالكبير فرد مرة. يا البطاطا هيدي البلدوره حلوه شايف فيها، يعني فيها شحم، فيها حلاوه كمان الاكل مش حامضان. وقف وقف، نطحنهم بس مش كتير منشان بضل فيهم خواص البندورة مش يصيروا زوم على الحل. يلا حط اللحمة هاي المكنة غسيلة لواحد مش بنلقطها ومنزتها بالمجلة وبعدين نزت غراض عليها ونكسرها. بدك تنتبهوا على الاغراض الكهربائية او وين تنتزع. انا حرجع افرم البصل الثاني لغير صلصة. هاي للحشوة هون. بدا البين يشاف المدام. ايه يلا البامية البامية هي زهرة بتبلش تطلع تبين علي شكل الزهرة تعقد وبتشد وبتصير البامية يلي بنعرفها. إذا عطفناها طازة فينا ناكلها نية بتقرقش مثل الخيار وطيبة كتير. نية؟ ايه ومغذية كتير، والبامية كتير مغذية للشعر ولفروة الراس. كان بدنا نفرزها بنحط مي مغلية على النار مع ملح البامية بس تبو شوي. إذا قطفتها أنا من العنق بدي سكين صغير لانه ما في علمهم على البامية بسكين كبير، في اصول مش كل شغله. ما نفترض هيدي البامية نحن بنقطفها من هون، نحن بنيجي محل ما انقطفت عملت طبقة سوداء او بالنية. اذا على ثلاث ايام بتعملها بالنية، اذا قطعت ثلاث ايام بتبلش تتحول لاسود. أنا شو بعمل؟ بنزل السكين تحت منها بشوي وبقصها، خلوها تؤكل مش ضروري نكبها. في ناس كانت تبرم البامية هيك برم تقلمها، هذا كان قديم غلط بعلم الشيف أنطوان ما بنسويها على مسؤوليتي. وكانت السبب شيف بأنه تمخت هي بسبب أساسي. ايه ليه؟ لأنه بس يعملوها هيك بصير تساعد انه يبين ايه الثقب. عم نجرحها في النار هون. حط البطاطا، حط الذرة، حط الفطر بيبين الثقب. اصبح على مسؤوليتي البامية اول شيء فينا ناكلها نية وكثير منيحة للسكري للكوليسترول وفروة الراس والشعر. ونية على مسؤوليتي بس شرط نية مش سرة بصندوق الدكان 4-5 ايام، طازة خلال 10 ساعات.
حطيه بلا المي. نرجع بننزل شوي عن العنق وببرمها. ما بدي ابرمها، ممنوع ابرمها بقى. الكوه مثل ما هي وعلى مسؤوليتي. واللي بشارعكم قولوا هيك قال الشيف انطوان على مسؤوليتي. هلا حطينا مي مغليه على النار. بنصح بس تغلي لتغلي. من صحه الباميه فيها نغليها نص دقيقه، يعني 30 ثانيه بس بلش تغلي. شيلها فورا على المي المسقعه، بردها، بحطها بمصفايه، بفلشها 10 راشف، بجيب صينيه مثل هاي، طبقه بامي نايلون، طبقه بامي نايلون، طبقه بامي، بحطها بالفريزر 3 ساعات. بشيلها بحط كل اكله بكيس على شكل الكتاب، صفهم بالفريزر على مسؤوليتي 3 اشهر بتهدي. يلا حطي لي شوية ملح. ايه ملح بار ابيض، كراويا، وبابريكا. للناس يلي طلعتي عندهم اشتراك الكهرباء سوا، الكهرباء نسوى، ما في كهرباء. اشتراك الكهرباء الساعة 4 راح نشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. مقادير نتابع حلقتنا. هيدي اول قسم دقيقة، منجيبها منخليها تبرد، وضيفي لي البقدونس عليها. حطيها هون على المعرف. غير لها موديل. شو نحن عم نحط البقدونس لنغني شارك لنغيرها موديلها. شايف البامي كنا نشوفهم يعلقوهم بخيطان هيك. يلا نشرح لك اياها تكرمي. ايه يجففون هيك. ايه تجفيف، فضلت تجفيف. ايه اذا ما بدها. والفلايفلي هيك كمان. يلا هلا بنساوي الصلصه الثانيه. اوكي. كمان زبده شرحها. ملعقه خشبيه. منحط البصل عليها. هون حزيت شوية برجوز الطيب أنا. Yeah. عن إذنك ست فيفيان. تفضل. لك كل الحرية. الهمة همة البطاطات. يلا قربت.
نقلي البصل. بهالوقت يتقلى البصل نتوقف مع محمد. لك حطي نتفة بابريكا بعدها هون شوي نتفة. اوكي. ترى البطاطا. بعده مقسين شوي. إذا ما في بريك من إلا ال يلا رح نكمل البامية. البامية حتى نعمل فريزر تنتوش. هلا تيبيس البامية فيكي بدون غسيل بدون بلانشير يعني بدون غلي تتغسل مسفاية شراشف أو فوط بعدين تنحط على أطباق قش وبتنحط بالفاي لمدة 14-15 يوم. الأحلى يلي كانوا يسووها على الطريقة القديمة. شو هي القديمة؟ بالقبر كان في إبرة كبيرة كانوا يسموها مسلة أكبر شوي من العادي يفوتوا فيها. كان كل بيت في مكان على الإيد لتصليح التياب مش مثل ما درجة من 93 وصلت ل 2017 ليرات ودولارات كثير ويغيروا ثياب. كانت كل مره تصلح تقطب لاولادها تقطب اغراضها لاولادها. ايه كانت الخياطه كمان ماشي ماشي. من الخيطان بس خيط ابيض بنحط طعين على بعضهم بنفوتهم بالمسله وبنمشي الباميه فيها. كل ما نعمل حبل تقريبا بحدود 70-80 سنتي بنعلقه كمان بالفعل. هون بيصير 10-12 يوم بجف أكتر. ليش؟ الهواء عم يدخل عليه من كل الميلات. هلا بس يجفوا بنحطهم بكياس وبيهدوا عنا سنة. داي بدهم ليجفوا وقت البنا. نعم هو في ماي يعني بده وقت يمكن. إذا علقناهم تعليق 10-12 يوم لأن نهار وعشية بيتفوتوا لجوا. إذا بلا تعليق 14-15 يوم. هلا بس يجفوا مزبوط ونحطهم بكياس. مش ضروري كل طبخة بكيس أبدا. هلا وقت ما نطبخهم بدي ينتبهوا بدها تنقع 10 ساعات. إيه ماي عادي يعني ماي عادي ماي مسقعة ماي العادية 10 ساعات. بعدين بنعمل آليتنا طبختنا البنية بنستوي لحمتنا بنستوي دجاجنا مش بنحطهم لتستوي اللحمة منجيبه بنسقطهم بقلبه بيفرق لونه بيرجع. ايه اكيد بيغمق شوي بيغمق لونه ايه بيتغير. يلا حركي شوي هون وضيفي لنا البندورة. ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجوريني اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير على هالاكلات الطيبه اللي عم تعملنا اياها. صحه وهنا صحه وهنا يا اهلا وسهلا. بدي صحتك ان شاء الله. تسلمي من ذوقك الحلو. شايف بدي اسألك عندي انا أورمة بالفريزة. نعم من الصيفية الماضي ايام ما كانوا ب65,000 الكيلو. نعم بعد بيسو لو انا ايام ال20,000 بيسو. ايه بالفريزر من صيفية الماضي ما بيأثر بالفريزر ما بيأثر. أورمة انتبه هلا الأورمة اصولا ما بدها بولار وما بدها فريزر بتهدي 3 سنين اذا معمولة على اصولها. بالفريزر بصير تهدي 4 سنين واكثر على مسؤوليتي. يلا حطي. شايف ماني عملتهم انا. نعم ماني طبختهم بعدهم اورما بقى. ايه ايه ما عم قل لي كلهم كلهم بيهدوا عندي بعد بيهدوا سنه راكد بعدهم مش مطبوخين لحم يعني. ايه منا اورما هاي عيني. مين قال لك مين سمى لك اياها اورما؟ انت عم تغشيني هاتيك. شو بقول لك يا الدهن. لا بيقولوا دهنة غنم. عندي دهنة غنم. دهنة وعندي لحمة عبرة بقر او غنم. هلا تغيرت هون العملية.
قديش صالون؟ من صيفيه الماضي ايام ما كانوا 65,000. يلا هلا بتشيليهم هلا ما بتطولي بقى من هلا للجمعه. واذا ما بتعمليهم تبعتي لي اياهم. لا او تجيبيهم نطبخهم سوا انا وياكي بالتفي هون نعملهم. انت غالي وطلبك رخيص. يلا قال لي اللي هي قال لي على نار خفيفه خلي بقدحنا بعدين نضيف اللحمه عليها المفرومه او المقطعه واغليهم 3 ساعات ونص على نار هادي. حطي لهم ملح خشن شوي قليل نبهار الاسود اخر شيء تحطيهم معهم وبتسكبيهم بمرطبين ومنقول لك صحتين. اوكي سؤال شيف، اذا جبت بكره اذا جبت لهم كمان لي بعد وضفتهم فوق منهم ما بيأثر ايه؟ ما بيأثر لا. اوكي شكرا كثير لك. بخاطر عيونك بخاطر عيونك. الف عافية وتضل بصحتك يا رب. تسلمي كلك ذوق. يا هلا البطاطا نجيب لهم نصفاية. لا لا بدنا بدي بردها مضطرين نبرد شوي وبعدين تضبط مظبوط. نكب شوية مي ومنجيب مصفاية وصينية وأنا رحت هان الصواني زيت. ايه دهن الصواني زيت. هالبطاطا بردناها نص تبريد برجع بنبردها بعدين لفيها الشرة واطحنها هي وسخنة. هلا لنقشر البطاطا حنتوقف مع محطة إعلانية منتابع حلقتنا أنا والست فيفيان عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا أنا والست فيفيان. عم نقشر البطاطا خبرناكم ما لقينا بطاطا صغيرة اليوم. هلا بدك تقولوا بغير محل في مزبوط بس بهالمحل اللي رحنا عليه ما في. هلا لما منقول بنبردها شايف مش يعني نسقعها ونحطها بالبراد ما بتعود تعمل ايه ما عادش بتشد ايه لو ضل في انا فيت قشر احلى لما قلت لحط مع عشير نعملهم هيك نرجع نهرسهم ايه خليها القشرة ما بيأثر. طيب يلا روسيا بلد البطاطا كل بلد في بطاطا ايه اوكرانيا قديش بيقولوا بلد فقير وبتوزع للعالم قمح تعطي كثير من اشياء غذائيه ودورها ليش دورها اهم مصادرات هي الذره من عندها كمان بالاضافه للقمح هلا هن روسيا اوكرانيا الهند والصين هاودي هاودي عندهم انتاج بيصدروا لبرا والمنيح هلا عملوا خطه ليرجعوا يوافقوا تطلع يلا بجيب مطحنه بالمطحنه حطي عندك شوي
خطه شو يرجعوا يعني يصدروا. نعم خطه يعني يرجعوا يصدروا. ايه يلا حطي لي شوي هون، اشتبهوا لي شوي. هاي المكنه مثلا بتقلها ركبي غلط، هيدي بتركب هيك، الحرف بده يكون لجوا مش لبرا. في لها ثلاث زخرفات، في الوسط في الناعم وفي الخشن، لانه البطاطات شوي بعدهم شدين، احنا نعملهم على الوسط. يلا حطي لي يلا حطي ما تعطيهم خلص عشان تعبي لي حلق زيان ما بيصوى تتعبي. هذا التعب يا شيف لا بد منه. لا كل شيء له حل يعني. ايه ايه كل شيء له حل. كل ما تعبت كل ما جوهرت. ابدا انا هيك بقول. ربنا بيعطي الاشياء الصعبه للناس القويه، لقيت نحن شو قويه. اعطي لي هوليك قبل. هاو كمان؟ ايه ايه كلهم. نزليهم بايدك ايه. يلا نزلي لي هو عندك لانه سكره. من الاول لا تفزعوا بابريكا، نحن هلا بنحط لها بابريكا يعني مشان الملعقة. حط هديك المكنة الكهربائية ما بتمشي. يلا شيليها بتصير مغيطة، تعمل مغيطة. نزلي بعد يلا بلشي هون دفي لون بابريكا كراوية الباقية كله؟ ايه كله ملح بهار ابيض برجص الطيب يلا ما تحركيهم بنحطها وبتحركيهم مع بعض. وهودي اخر شفتي مع الزون. يلا نزليهم هدي هالبلعه جيب نتفة زيت وبلش ادعك بايدي. ايه بس في زيت بتقطع الشام انت. يا. تعكي بايدك حط لك الطحين حطيتي برجستي. هاكي لك هيدي لك. يا اختي اسمعي نسيها هاي. روقي روقي. ولو يا فيفيان قولي لي شو بدك تكتبي مع عيوني. هاي ليك هاي مش ليك. شوفي لي شو. بضايق هاي. عظيم. يلا. بنحط ليلى طحين. تاخذ طحين. خمس ملاعق مكيلين للكيلو ونص بطاطا. يلا حط لها الطحين لتجمد لتشد يعني الجلوتين اللي بالطحين بيجمعها. والحشوي هون برديت
نبلش. خلصت يلا تعكيها نتف تعكيها بايدك يلا بنشتغل. ايه تعكيها. نوّس النار هون، هون حطيتي ملح بهار شي؟ حطينا ملح. يلا ويا بهار. ويا شوية ملح وخلصت. بلش. بلشي. يلا. ويلي ملقة تاني وأنا جيت لحدك. ملقات شوية وأصغر. نعم منيح أصغر شوي. تستوي بسرعة أكثر، هي مستوية بس الطحين بنية، قلقت شوي. بهالشكل تكبسوها هيك. ما بدها بعدين بتجوروها بالاصبعين فينا نحط شوية ماي أو زيت نحط بقلبها بنسكرها باللحمة بهالشكل نغنجها نرجع كل شي بده غنج برجع بحطها هيك أصغر نتف شوي صغيرة الأفضل الأفضل شايف الأشياء اللي فيها بطاطا تنعمل دغري يعني زيت نهار مش انه ايه ايه اذا بدي احطوها بالبراد بتعذبهم ما بتشتغل معهم ما فين يشتغلوا فيها وبعدين البطاطا منا كثير مرغوبه انه الواحد يسخنها يعني هلا هذا ما بيأثر بس انا عم بحكي كشغل وعمل ما بدها شيء بدها قبل 3 4 ساعة تنحط على النار وخلص يعني كل عمرنا نوصل بكير بس اليوم سيق في عجل سير وفي الدرك عم بيعبوا بنزين كمان عجقة أكتر أنا صريح سمحلن اليوم تخبيني يعبوا على البونات يعطيهم العافية يعطيهم العافية مهمة ترجع العالم تنطر بطوابير على البنزين مش رح تنطر خلص تعودت إن شاء الله يعني حسألك سؤال أنا نعم عبيتيها ب 660 ألف أو 700 شو الفرق؟ 700 فيه ما عاش فيني هربوا على سوريا خلصت بس يعني تعودنا خلص بس يعوز يعني الواقع ما بيقول اللي بيمشي بالنهر مش هيغص بالساقية بقى ايه بس تعوز بدك تعبي هلا هي الناس اللي ما بعرف أوقات هون بيسكر ترومبا انه ما عنده بيكون عنده يعني في اشياء هيك بتصير هي قليل بس اليوم سمعنا بالنبطيه في واحد 750 الف عم يبيع التانك فتح حسابه بيجي واحد مش عارف قدي بتلاقيه مش هالحال يوم العالم شو فيها تستفيد ومن هون ومن هون شايف ما حدا عم بيقول كله بيقول يا ربي نفسي مظبوط طلع طلع موظف هيك معطر قبض معيشه وطلع بالباص كان في حرامي سرقه اجا بده اجا الجيبي بده ياخذ منه مصاري قال له صار ينبشك قال له عمل لي حالك ادمي وانت مش جايب لتدفع مين بيجي الحرامي بيقول لهم انا بدفع عنه ايه بدفع عنه ايه انا بدفع عنه كن اخذ المحفظه هو ايه انا بدفع عنه يطلع كريم النفس قال له
الله يكتر من امثالك والعسل تقول له الله يبارك فيك. شفتي كيف؟ ايه وهو الحرامي. وهيك وهي ليش كيف كتروا لكان؟ لانه صاروا يقولوا قد ما عم يدعوا لهم بالمليح الله يكتر من امثالهم. ووصلوا لمراكز مهمه ونحن بعدنا بهالباص وهن بيسرقونا ونحن بنقول لهم الله يكتر من امثالكم. والناس تدعي له الله يبارك فيك. شو هالشهم؟ ايه وهيدي الحالة. ايه حالي تعبانة يا ليلى تسمعي يا شاي هي حالي لورا. فور الدنيا ماشي بالمقلوب. يا ويدي اخر حبه ما نحط شيء يا شيخ. لا لا دي شوفي لي هاد بالفرن اشلع الكف. شوفي لي اياها اعملي معروف اذا نشفت. لا بعد خلي فوتي فوتي هي هوني فوتي هي دي هوني هاولي لجورج طيبين. شو طالع عبالي كتير شي؟ طالع عبالي كتير شي؟ يلا تكرمي دام معنا وقت احلى ما يفاجئنا المخرج. بشي على الخشنه وقت حرامي. أنا عشان نشيلها كلها للجب النايلون عنا. في جبنة بفرنسا تحكينيش على فرنسا هي أهم جبنة وقفوها هلأ بسبب الجفاف. لا ملوك الجبنة فرنسا يلا ايه وقفوها بطلوا وقفوها ايه ليه هلا ليه طمنتيلي فكرة كان طالع عبالي اشتري منها بطل بسبب الجفاف. هيدي بيجيبوا لها نوع حليب ايه هيدي البطاطا استوى فيها الطحين. هي كلها مستوية بنحط عليها هيك ولا شوية جبنة على وجهن هيك مش ناشفة بقى. يلا حطي لي الجبنة هون عملي معروف شوي شوي لا كل وحدة بوحدتها تشي او بالهيدي اوكي بس كل وحدة بوحدتها عملي معروف يعني هيك ايه ايه بس مش هالقد مش هالقد مش أغنية كتير نحن بدنا نعمل شيء لطبقة الوسط من المجتمع شوي صغيرة ايه بزيادة بزيادة برافو هاي بزيادة يلا هيك بدنا نتعور على الاقتصاد بقى بلبنان بس يرجع فريش كولر يلعب لعب ايه رجع يكب مثل ما كنا نكب يلا حطي بعد نتف برافو شفتي شو حلوين لانه صارت الجبنه فيفيان قد حق الاكله يعني بدنا نركلش لا بالمره وعم نقول انا كاتب لهم بالورقه لمن يرغب لمن يرغب
هلا مهم نضل نلاقيها والناس رحتي بتلاقيها بس بدك مصاري لتلاقيها. ما عم نقول هونيك بطلوا يعملوها بي. هاي كمان نفس الطريقة من ستوي بالأول فيها نتفة طحين قدون شوي صغيرة بيستووا نستويهم برجع بسقط عليها شوي من الصلصة الحمراء صلصة بندورة طازة بنحط شوية جبنة عليها ومنقلها محلى الكحل بعينك بتشبه الاكل الايطالي شيف هيك بحبوا بندوره ومين قال لك مش تليانيه؟ ايه تليانيه اكيد مين قال لي؟ شفت يعني حزرت اكيد يعني. انت على طول تحزري يعني هلا بدها اثنين يسالوا عليا يا من بعد ما حطينا البندوره والجبنه على وجهه والجبنه لمن يرغب بنشوف المقادير عبر شاشه التلفزيون لبنان. جيتنا انا والست فيفيان من بعد ما شفنا المقادير يلي انضموا لنا هلا نحن اليوم عم نساوي راس البطاطا المحشيه مع الصلصه. بطاطا كيلو ونص اكيد شفتوها بالمقادير، لحمه مفرومه خشن 250 جرام، بصل عدد اثنين، فطر علبه صغيره، ذره علبه صغيره، زبده شرحه عدد اثنين، عملنا الحشوه مع فستق سوداني قليناه مع شوية زبدة وقليل من الزيت، بعدين ضفنا عليه بصلة، بعدين لحمة مفرومة، بعدين ذرة، بعدين فطر، حطينا عليه كراوية، حطينا عليه فليفلة حلوة حمراء بودرة، حطينا عليه ملح بار أبيض، برج جوزة الطيب. البطاطا سلقناها طحناها أو دقيناها لو نزلناها بالمطحنة اليدوية، ضفنا كمان عليها بابريكا كراوية شوي صغيرة من البهار الأبيض، برج جوز الطيب وملح. نجيب قرص البطاطا منعمله مدور نحشيه بالحشوة، حطينا على صينية ملمع زيت، خبزناه بالفرن مع الطحين لأن الطحين هو بده يشدها للبطاطا منشان يستوي الطحين. بعدين طلعتها حطيت عليها صلصة البندورة اللي قليت بصل مع زبدة، بعدين بندورة الطازة المطحونة وشوية جبنة لمن يرغب، ورجعنا دخلناها لقلب الفرن. نصيحة مني لإلكم، ممنوع تحطوا الصلصة عليها قبل ما تفوتوها على الفرن بالقليلة 5 دقايق ليستوي الطحين، لأنه إذا حطيتوا الصلصة بتعجن بتبطل يستوي الطحين.
هلا فيهم ينعملوا هيك اذا واحد ما بده يدور الفرن شيف على المقلايه بتتحمر يعني بتنشاول تتساوى على الفرن وخلص تنعمل مثل القرص وبتقلب هاي خليها عندك للصوص هلا البندوره شيف اذا بدنا نبلش نعمل البندوره امتى اخر شيء بنبطل هو اصلا اذا ما لقيت على الساحل بتلاقي بالجبل اذا ما لقيت يعني بضل في على تقريبا اي وقت ايه بس احلى ما نعمل هلا وبعد الدنيا شعب لا بشكل عام البندوره جبت لك هونيك بها شيلها أو بدك هيديك الأكبر أعطيك الأكبر إيه أكبر دائما بنساوي البندورة للرب أو بالمرطبين هي بس تتوفر البندورة عند المزارع بكمية زايدة أو بالسوق بتلاقيها بكمية رخيصة ساعتها فينا نساوي البندورة للمونة بس انه نشتري البندورة غالي ونعمل منه للمونة لا صعبة حرام ايه حرام ايه انا صريح يعني انا القصدي انه امتى بتبلش تغلى حتى اذا واحد بده يبلش من هلا امتى بتبلش ترخص هلا بتبلش دايما من 15 اب يعني هلا ورا عيد السيدة ايه بتضل تقريبا لعشرة تشرين الأول عشرة تشرين هيدي البندورة اللي تتساوى للمونة هلأ نحنا مش يعني بنقول أوقات إنه عم نتموم بالصيفية بس بتحس إنه من الربيع منبلش من ورق عنب بتبلش للمونة يعني بتبلش بالربيع ومنرجع لها ومنضل كل شيء بموسمه ورق العنب هلا اسا ما فيك تسوي يعني بس كان ورق العنب اول ما طالع ساعتها بتسوي مش انا لا يعني كل شيء بموسمه هلا بعدين بكره بيجي البتنجان بيجي حطهم بيناتهم ايه بدون الزوم البتنجان هلا ببلش كمان مكدوس ايه من هلا ل 20 25 ايلول اخر ايلول الثوم فينا نتمون هلا مش هيك؟ الثوم هلا عزمونته ايه والبصل كمان ما بينجح شايف الثوم لما بتحطه بزيت وبتحطه بالبراد مزبوط؟ يعني اذا بدك تقشر ثوم وتحطه بالبراد هلا لك انا بالثوم صريح انا يلي هو شريب كيس انتبه شريب كيس بحط ثوم مع شويه حر وزيت بيلبق له اما نحط ثوم هيك للكبيس ثوم عادي لشو هالطول بضل في ثوم وبناكله طازه وبيغذي اكثر وكل شيء اكثر ما بينقطع الثوم يا وبتلاحظ بس تحطه بزيت الزيتون بالبراد زيت الزيتون دغري بتغير طعمته بتغير طعمته بعد فترة ولونه لا ولونه يا حط لكم هاي نانست فيفيان والله غنية فيفيان بقشر الحامل عند زينة الكيلو بخمسين ألف بقشر الحامل ما في شيء بيغلى على تلفزيون لبنان تسلمي 50,000 يا حلقتنا اليوم انتهت انا بشكرك ست فيفيان انا بشكرك على معاونتك على الطبق الطيب يلي كان على راس البطاطا المحشيه مع الصلصه على امل ان تمر هذه الايام بسلام بنشوفكم بخير بنقول لكم باي باي انا وست فيفيان باي باي بنقول لكم باي